حلوين حلوين بي بي يعني هيك بي بلونه. انت انخنتي اكثر من مره بحياتك؟ خيانه الصديق ام الحبيب اصعب؟ الحبيب اذا كان بمثابه الاثنين. صارت معي كم مره؟ مره. كيف بتعاقبي على الخيانه؟ التجاهل. بتبرمي ظهرك وبتمشي ما بتواجهي؟ شوف انا بقاتل كثير وبغار كثير وبتجاكر كثير وبحرقس كثير، بس اذا كان في شيء بيوجع كثير بسكت وبمشي. مرام بكل صراحة عم نحكي اليوم بكل شفافية نحن وعم نسرد كتاب الشهرة الخاص فيك، إذا عجبك رجل في كل المواصفات وحبيتيه بس هو متزوج تقبلي تنزلي ضره؟ إذا مطلق إيه. هو متزوج؟ لا. ما بتقبلي تكوني زوجي تانية؟ تطلبي منه يطلق؟ لا. إذا مطلق عنده أولاد ما عنده هذا حديث آخر. إذا السؤال مثل ما هو، إذا كان مزوج ما بتزوجه وما بطلب منه يطلق. بتضلك حبيبته؟ ليه؟ شو ناقصني لحتى ما أحب غيره؟ الحب أعمى. يعني جربنا. دايما عقلك شغال. إيه. بعد نجاح المسلسل وبالبحث عنك على جوجل شفت كتير عناوين بتقول خطفت الأنظار بالخائن، مين بتكون مرام علي؟ مع العلم انه يعني نحن عم نسرد اليوم قصة حياتك وقصة نجاحاتك، في عندك ارشيف ضخم، ما بدنا نقول ارشيف لما كبرك، ولكن عندك اعمال كثيرة بارشيفك تجارب ايه عندك تجارب عدة. ليه كانت نجوميتك مأجلة لليوم؟ لأنه هلا وقتها. هلا وقتها وكل شيء بوقته حلو. بيزعجك هالأمر؟ أبدا. أنت بأربع شهور ونص نحفتي 10 كيلو 8 كيلو، بس هلا صار لي 5 شهور تقريبا وشوي صاروا 10. ليه؟ متقصدة؟ سر شو؟ في شيء عم تحضريه؟ ما بعرف. هلا اللي نحفته هو انا كنت كسبانته من الكورتيزون، كان في فايتنج سينز بعنبر طقت رجلي، اخذنا كورتيزون لزمن منيح بالخائن، لانه عنبر والخائن ورا بعض تم تصويرهم، فاللي بيشوفني بعنبر فورا انا فتت على الخائن بعد تقريبا 20 25 يوم دغري تغير شكلي. فنفخت نفخت نفخت، فانا اللي نحفته هو المي يلي كسبتها من الكورتيزون. عملت لمفاتيك مساج اللي هو كثير مهم انه الناس تعرف شو هو، ونحفت يعني عملت شوي دايت وقصص. مبسوطه بحالي؟ مبسوطه كثير لانه عندي شغله لازم اكون نحيفه فيها. يعني في شيء عم يتحضر ما بدك تخبرينا؟ ان شاء الله. أثرت الجدل بتصريحك اللي قلتي فيه إنك بتعتبري حالك اليوم وتحديداً بعد دورك بمسلسل الخائن نجمة صف أول بهذا العمر. مغرورة؟ أبداً. ليش؟ أنا بدي أسألك سؤال، إذا أنت كنت نجم صف أول معناتها أنت فقط الأول؟ في 5 6 أوائل مثلك. بس غرور. أنا ما قلت أنا الوحيدة، أنا قلت نجمة صف أول بهذا الجيل وبهذا العمر، يمكن في جنبي 10 أسماء. لما بقول سلافة معمار بجيلة نجمة صف أول، أنا ما قلت هي الوحيدة. منه غرور؟ أبداً. هي حقيقة، هذا نجاح، هذا تعب، هذا مجهود، هذا أنت كل الوقت عم تشتغل. تقديراً للذات؟ أكيد. شو صحة الحديث عن أجوركم المرتفعة كتير بالعمل واللي تراوحت بين $500,000 و $700,000؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ ما سمعت. ما مرقوا من حدك؟ ما مرقوا من جنبي، بس اللي بعرفه أنه بهذا الجيل أنا الأعلى أجراً. أقل من $1,000,000؟ بس قولي لي اقل او اكثر. اقل بكثير كثير كثير. اقل من 500,000؟ اقل بكثير. اقل من 500,000؟ انا اعطيتك معلومه، انا قلت لك ما بعرف هي الارقام يلي عم تحكيها، ما مرقت من جنبي، بس اللي انا عم اقوله بهذا الجيل انا الاعلى اجرا. مستعده اليوم تقولي قد ايه اجرك بالخائن؟ قد ايش بتدفع؟ بيشوفوني بالمطار، بيشوفوني بالاماكن، شو بتصير بالخائن؟ شو بتصير؟ بقول لهم هاتوا هدايا، اعطيني هدايا، انت شو بتدفع؟ شو بتعملي باجرك مرام؟ وين بتصرفي؟ أنا ماني بخيلة أبداً، كثير كريمة، بس بعمل أشياء مثلاً مفيدة بالحياة. بتساندي عائلتك؟ أكيد أكيد. كريمة على حالك أو على غيرك أكثر؟ على الاثنين.